على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض بنسبة بلغت 1.58% عند مستوى 11893 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال فاصل 450 مليون. جاء سهم شركة الوطنية للتربية والتعليم في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 3.95% ليغلق عند 60 ريالاً فاصل 50. تلا سهم شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية بنسبة بلغت 3.88% ليغلق عند 203 ريالات فاصل 60. ارتفع أيضاً سهم دلة للخدمات الصحية بنسبة 3.66% عند 130 ريالاً فاصل 20. بينما تصدر سهم البنك السعودي الفرنسي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 4.86% عند 47 ريالاً.